ناتاسمون في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل على يفام، شكرا على المتابعة. بداية أسبوع جميلة وموافقة لكم الكل رغم الأخبار اللي جينا حول الوضع الوبائي في تونس اللي باش نحاولوا اليوم نفهموها أكثر ونفصلوها مع نصاف بن علي الناطقة باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة تكون ضيفنا. بداية ماضي ساعة كان عندكم أسئلة معينة تحبوا تستفسروا عليهم، احنا نوصلهم لضيفتنا. بداية ماضي ساعة مرحبا بكم الكل، هذه 90 دقيقة. البداية كالعادة بشوفوا فرحانين ولا متغشين جماعة، عشان حويلكم الساعة إن شاء الله عديتوا ويكاند طيب، إن شاء الله الصحة باهية لكم الكل والعائلاتكم اللي يسمعوا فينا الكل. يلا شكيب معنا اليوم خليل وطارق، أهلا وسهلا بكم يا جماعة. فما برشا أخبار عنا برشا ما نحكيه، تسريبات حول تحوير وزاري في الويكاند، وإحنا الصحف الإلكترونية والأخبار والناس تكلم في بعضها زعم الاسم هذا زعم الاسم هذا، بعد نرجع معكم بالتفصيل باش تقولوا لي المعلومات اللي عندكم الكل اليوم تخبيو شيء بعد في الزابينج. اهلا 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 هاو هاو طارق تكلم، شفت كيفاش عمرنا خبين عليك حاجه؟ لا لا كل شيء على طاوله، كل شيء لازم نقول كل شيء للمستمعين هكا ولا لا؟ احنا مع الشفافيه يا والله والله نحبكم. انا مع حتى شفت اني حسيت انا اللي حب يحرق اسمي يدسوا اه يا سيدي دسوا الاسم اللي تحبوا عليهم الكل. باهي باش نبداو معاك يا شكيب تسويت على خاطر رفيق فرحان، انت الوحيد فرحان، خليل متغشش وطارق متغشش، دونك باش نبداو معاك. طيب علاش فرحان؟ فرحان خاطر على خلفية اللقاء اللي صار بين السيد الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة السيد هشام المشيشي. علاش تقول أنت فرحان؟ لأنه يبدو أنه تجنبنا في اللقاء هذا الأسوأ. كان نجم يكون العرك ولا الصياح قبب. صحيح تقول لي فماش حديث، اللقاء بارد وطبيعي جدا، ما فما حتى التونسي اليوم بعد اللي صار يتوقع انه قيس سعيد باش يستقبل هشام المشيشي بالابتسامات، والا سي هشام المشيشي باش يسير القيس سعيد سير العاشق كما يقولوا. اكيد فما المسافه بين القصبه وبين كرطاج، وفما برود كبير برشا ولن تدب الحراره عن قريب. ولكن علاش قلت لك تجنبنا الاسوء؟ لانه انا كنت نتوقع انه رئيس الجمهوريه بشد قيس سعيد ويدرس عليه في موضوع انه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الامنيه، ما تنساش قبل درس عليه واعطاه تريحه سياسيه، خاصه انه تدوينه شقيق الرئيس نوفل سعيد مشات حتى انه استدعت الاعمال التحضيريه للدستور والمجلس الوطني التاسيسي باش تقول لنا راه فعلا الرئيس قيس سعيد هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الامنيه. هذا ما صارش، بمعنى اكتشفنا ولله الحمد خصله من خصال رئاسه الجمهوريه انه يبلع السكينه بدمها، وانه ثم كاظم وكظم غيظه، اكل كظم الغيظ الرئاسي، هذه نقطه تحسب للرئيس قيس سعيد، ما يحسب للسيد هشام المشيشي، انه المره هذه لم يومئ براسه كالعاده ينعم على كلام قيس سعيد، انه زاد لم يطأطئ الراس وما انكسرش قدام قيس سعيد، فما العينين في العينين، فما ندية كبيرة، وهذا زاد يحسب للسيد هشام المشيشي. يبدو أن القصبة اشترطت للقاء هذا أنه ما ينشر حتى حديث من جهة قيس سعيد، أكل الخطبة العصماء اللي كان يبدأ بها قيس سعيد لقاءاته، يبدو أنه اشترطت القصبة في أنه بشي صح وينعقد اللقاء هذا أنه ما تصيرش. وفعلا نزل كرتاج نزلت عند رغبة القصبة ولم تمرر حتى كلمة. ولكن الأهم من هذا، خليك من قصة أنه اللقاح وحضروا رواحكم للقاح وكذا، ذاك حديث للتغطية وللتعمية الأكثر والأقل. أما طرح، وهذا قل لك ممكن سبق لنا، قصة التحوير الوزاري كانت نقطة رئيسية على رأس جدول اللقاء بين هشام المشيشي وقيس سعيد، التحوير الوزاري. ورجاء قيس سعيد السيد هشام المشيشي أن لا يتوسع في التحوير هذايا، لأنه حتى لا يضطرب عمل الحكومة، ولا الرئيس قيس سعيد قلبه على أنه ما تضطربش عمل الحكومة. هو يبدو اللي قل لي واللي وصل لي المعلومة هذه أنه قيس سعيد ما يحبش بقية الوزراء متاعه يتمسوا بعد وزير داخلية. يبدو أنه هشام المشيشي أكد له أنه لن يتوسع في التحوير، واحتمال يكون ثم سد شغورات، ولكن مع استثناء أنه التعديل هذا حتما سيطال وزير العدل. هكذا بلغ هشام المشيشي المعطى هذايا للرئيس قيس سعيد. هذاك فرحان على انه في اللقاء هذايا تجنبنا الكارثه ولله الحمد.
الحمد لله والله العظيم يا شكيب طمنتنا، خاطر انا كي شفت الفيديو هذيك مع بعض الاصدقاء ومنهم المنجم تاع البرنامج قلنا شنو يا اخي هما قاعدين يتكلموا. الحقيقه معناها ديكريبتاج نتاع تصويره نتاع زوز من الناس قاعدين يمثلوا ولا ما همش قاعدين يحكيوا مع بعضهم ولا ما حبوش يوريونا كيفاش هما قاعدين يتكلموا. يمكن احنا استنسنا باللي فيديو طويل فيهم تصريحات فيهم فيدباك، ولكن ما نعرفوش اللقاء هذا بالذات شنو صار فيه. أو شكيب عطانا توا بعض المعطيات مشكور. نحن باش نسبقوا كأنه الواحد في بالي بعد باش ناخذوا مسألة التحويل. أي لما مانيش نحكيو توا على لكن التحويل. اللي توا باش نتلزوا توا باش نحكيو بما أنه هوش بدنا على الموضوع هذا، فرض علينا سي شكيب توا باش نبداو نحكيو من توا على التشكيب الحكومي. التشكيب الحكومي هو المصطلح. أولا ساهذه رواية هشام مشيشي نقلها شكيب بكل أمانة معناتها، وهذا يحسب له أنه هذا بالضبط اللي قاعد يقول فيه. بأمانة رواية اللي قاعد يقول فيه هذا الكلام اللي قاعد يقول فيه هشام الشيشي للحزام نتاعو بالتفصيل زاد بهال حتى بنظرات اللي حكيت تحليل النظرات وقراءه العيون ولا فهمت لا هذا قاعد نقلها زاد شكيب. شوف هو الكلام هذايا هو كلام هشام الشيشي للحزام نتاعو، والحزام نتاعو متشكك كثيرا في هالروايه اللي تقول اللي رئيس داعمه في التحوير ومتفق معاه وماشيه بما فيها في مساله وزير الداخليه انه قالوا اي ومثالش وبرا حور وهذا اش قال للحزام نتاعو. لكن الحزام نتاعو قاعد يسال فيه، الحزام نتاعو يقول له راهو بالك شي ما ظهر لي عندنا معطيات اخرى جايتنا من القصر مباشره يقول الكلام هذا غير دقيق. باهي مثالش للحزام ان يصدق هشام الشيشي او لا يصدق الايام لكن انا قبل طبعا بعد نحكي على التحوير الحكومي وتفاصيله. انا الحاجه حاجه برك نحب نقولها اللي صحيح اللي الرئيس قاعد يحسب صحيح وما يحبش يعمل خطوات هكاك معناتها قاعد يولي يعمل في السياسه باهي قاعد يشاور ويسال وزعما هكا ولا هكا ولا مشو هذا ولا هذا. اما في كل الاحوال المعركه ابتدات الان باهي تعرف احنا لكن ساعات المعركه تبدا راهو في وضع نتاع هكا وردي شوف في وضع وردي لكن انا باش نشوفوا تطور. اون توكا الاخبار زاده اللي خارجه هو انه بسبب التحوير الحكومي هشام المشيشي ماهوش ماشي لبريز في علاقه بقمه التنوع الحيوي وان بلانيت اللي هي قمه مهمه جدا. علاش زعما تو بعد جست بعد نرجعوا مشكلته ولات مش مع الرئيس فقط تو ولات مشكلته مع جزء من حزامه تو نحكيهم بعد جوستومون على خاطر يلزموا يقعدوا يمكن انه نفهموا من الغاء زياره مهمه هكا بعث الوفد التونسي وتتراسه المكلفه بالكتابه العامه لشؤون البحر اسمه سحيري بعث الوفد هذايا باش يعوضوا نظرا انه على ما يبدو وجوده في تونس مهم جدا الايام هذايا والتحوير الوزاري لن يكون ست شهور ولكن سيكون تحوير بعد شويه نرجو كلها ديسيبوزيسيون عندنا قائمه تعال شوفوا بعد يلا خليل بسرعه. عندي ملاحظه لشكيب قبل شكيب انت تحدثت صحيح تو الاجواء الرومانسيه اللي تمت فيها القاعده مع دم الخطاب والكل العيون بالك بما العيون يا رسول الله والله يقرف والله العيون والله بارده انت الاجواء الرومانسيه هذه من بعد تقريبا ثم خرق لها من خلال حديثك انه قد يتم قبول عدم المضي بعيدا في التحوير الا وزاره العدل. انا نقول هنا اذا استقبال قيس سعيد لسي المشيشي كان من باب اقرار رئيس الجمهوريه سياسيا بانه خسر ورقه المشيشي ديفينيتيفمون ويتعامل مع واقع كامل. اذا نحينا العدل والداخليه فالباقي الكل ما عنده حتى قيمه لانه خسر الوزارات المفاتيح. قيس سعيد باهي خليل باش خليلك الكلمه هو يتعامل مع لوفيتيلا باش خليلك الكلمه باش نرجعوا نحكيو بعد في الموضوع التحوير بالكدا في الزابينغ لانه هذا هو الموضوع داكتواليتي بالكدا باش خليك الكلمه بالكدا. اما قبل لازمني نعرف علاش انت متغشش سي خليل. متغشش في الحقيقه مش من لك في حد ذاته. نرجع للموضوع قبل نعرف الموضوع. الموضوع هو البارح خرج بيان من النايبه سامي عبو دخلت في اضراب جوع على خلفية عدم استجابة رئيس المجلس لمطلب التنديد بالعنف اللي وقع نهار 7 ديسمبر 2020 تحديدا. وهذا الاعتصام إن شئنا الذي توج بإضراب جوع وصل لأقصى درجات الاحتجاج، يعني وكأن اليوم في صلب نظام استبدادي آخر حل بالنسبة ليه الإنسان ينقطع عن الأكل والشراب من أجل مطلب ماذا؟ من أجل مطلب يتصل بالتنديد بأقلية ضئيلة في المجلس مارسة العنف بشهادة الجميع والجميع يتخذ منها نفس الموقف. يقول لك القائل ما شنو على شنو نتغشش أنا، خاصة وأنه سامية عبو عملت توصيف دقيق في البيان متاعها.
نقرا منه شوية. تحكي على ائتلاف الكرامة تدرجوا من الاعتداء المعنوي على الدولة المدنية إلى تقسيم التونسيين على أساس عقائدي، إلى تهديد المخالفين بكسر الأنوف، إلى منع مؤسسات المجلس، إلى التعنيف الجسدي. أسأل سؤال هنا، فيما يختلف هذا التوصيف عن توصيف الدستور الحر، وعن توصيف اتحاد الشغل، وعن توصيف تحية تونس، وعن توصيف كتلة الأصلاح، وعن توصيف الكتلة المستقلة، وعن توصيف ماذا؟ كل الناس وصفت نفس التوصيف والمسارات مختلفة، فلماذا إضراب الجوع؟ علاش نقول هكا؟ لأنه إضراب الجوع كان يمكن ما يصيرش لو هاك الجلسة العامة اللي النواب مشاو التحقوا بالبيفات يشربوا في القهاوي وهي مخصة للتنديد بالعنف فقط نكاية في عبير موسي، راهو الأمور خير من هكا. لو النواب ما دخلوش في نفس تلك النكاية وقت العريضة سحب الثقة من رئيس المجلس راهو ما صار شيء، لو النواب ندوا بالعنف من اللي بدا ضد عبير موسي راهو ما صار حتى شيء. فالتالي أنا راهو ما نحكيش على عبير موسي أو شخص عبير موسي، نحكي على قوى مشتة الآن لم تعد تستطيع أن تفعل شيء. لماذا؟ لأنه رأي الكتلة الديمقراطية وإلا غيرها ليست أعز على الغنوشي من حزبه، وليست أعز على الغنوشي من الغنوشي. الغنوشي يستحق ائتلاف الكرامة، الغنوشي يبعث فيه في مهمات خاصة بجوازات سفر خاصة، الغنوشي يستحقه باش يحور حكومة باش يضغط على الحكومة، يستحقه في ائتلاف برلماني. إذن لماذا نلوم الغنوشي؟ الغنوشي صح عليه، لوم حركة ديمقراطية إلى الآن قاعدة تنتقم من نفسها وإلى الآن، والبعد 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 إذا تحركت مشتة ضد العنف وضد الإرهاب فلن تفعل أي شيء من هنا القدام. وانا متاكده انه فما برشا مستمعين قاعدين يشاطروا الرايطه وفرحانين برشا بكلامك، ولكن فما برشا مستمعين اخرين اللي باش نرجعوا باش نسالوا. لا 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 ما لا احنا ما نحبوش شكون يسبوا، لكن يقولوا علاش اليوم ما نمشيوش لب الموضوع. هشام العجبوني جاب حذانا هنا عن التيار الديمقراطي وقال انه راشد الغنوشي كاد انه يعمل بيان ادانه الا انه فما قيادي في حركه النهضه مشالو قال له يا شيخ سايب عليك ما نخسروش حلفائنا على خاطر ناس ما صوتوش معنا وسحبوا منك الثيق. باش نرجعوا بعد الفاصل في نفس هذا الموضوع. واحد وثلاثين ماي 1986 الوفاة لم تكن وراءها خلفيات سياسية بل هي خلفيات شخصية. حادث مسترد وخلنا للسبيطار لقيناه مات هو غاديك وجات مرته بعد يجي ساعة ولا ساعة ونص قالت قتلتوه هذا من خرجت الكلمة تعالي قتلوه قتلوه قالت قتلوه. تعتيم إعلامي يا أخي هو ربي يزود عنده. النادي الإفريقي قيامة تمشي البارك العباد تتسربس. زين العابدين بن علي قبل لمدة راهو بن علي هدى سي فريد هدوا بالقتل. لغز فريد مختار الاثنين 11 جانفي على يفان أحلى راديو. أحلى ضحكة وهذه يوزن 42 كيلو مخو حاكله اللي هو بدر ومخو حاكله اللي هو بدن. كيفاش عرفناه تحول تماما لشخصية بدر ولد مفيدة؟ عيطت له امي قالت له برا كلم بايك من القهوه جيب بدل لي دبوس الغاز ساعه وكتشوفه من بعيد قول معليك ساعه. كيفاش عرفنا تحول؟ قالت له امي برا عيط لبايك جيب بدل دبوس الغاز من القهوه. تعرف ايش قالها؟ نورمال انت في مخك قديه من مره قلت لك الا ذاك مش باب. تاثروا بشخصيه بدر وصل بيه حتى للشخير. لا سعد خويا كيفاش يشخر هاي هاي. انتم تسمعون في 90 دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل، رجعنا لكم في 90 دقيقة، شكرا لكم. نحكيوا على الموضوع الأخبار اللي جانا في الويكاند، إضراب جوع مفتوح للنائبة سامية عبو احتجاجا على رئيس البرلمان. خليل هذا سبب متاع غشك اليوم، أنت متغشش مش على خاطر سامية عبو عم تضرب جوع ولكن وصلت نساند إضراب جوع طبعا أنت تساند إضراب جوع ولكن متغشش على خاطر تقول أنت العائلة الديمقراطية قاعدة تنتقم روحها وصلوا رواحهم للناس واللي تعم في إضراب الجوع
8 محاولات متتالية لإيجاد موقف، مرة تتفسد في مكتب المجلس، مرة تتفسد في جلسة عامة. معناتها هذا الشيء شنو يفهمنا؟ وراه زايد فصل 48 لغنوشي، الغنوشي يستحيل باش يسيب ائتلاف الكرامة إلا في صورة يلقى مصلحته مع واحد أخر. شكيب شكيب، في نفس السياق كل التصريحات قيادات التيار الديمقراطي والنواب تصب في التصريح هذا، يقول لك اليوم رئيس المجلس راشد الغنوشي يتحمل مسؤولية كاملة ويجب عليه أن يصدر بيان يندد بالعنف ومرتكبي العنف بالأسماء. والتيار الديمقراطي يقولوا كان باش يصدر بيان رئيس المجلس، ولكن جاوه شكون قيادات قريبه منه جدا حركه النهضه قالوا له فك عليك ما تذكرش حلفائك بالاسماء. وهنا الحديث على ائتلاف الكرامه والقيادات نتاعو. والله شو اولا صح في مهام الضرب الجوع اللي عملته السيده ساميه عبو، انا اتمنى بالطبيعه انه ربي يسلم وان شاء الله تقوم زاده، لانه مهم صحتها والاضراب عن الطعام تعرف معناها اضراره. ولكن زاده مهم اني نذكر انه مسؤوليات رئيس المجلس كيما السيده عبير موسي بحكم أن هي المسؤولة عن شؤون النواب، أنه تبقى لإعلان مالطا لينظم مسألة الإضراب عن الطعام أنه تأمن ما يلزم من المرافقة والإحاطة الطبية والصحية بالسيدة سامي عبد. هذا مهم، هذا واحد. اثنين اللي حبيت أن نقوله أنه سبق رئيس المجلس في مهم العلوي خرج بيان وقتها يندد باللي صار معناه على العلوي، وقال انه ما يجيش وكذا غير. وقتها صار لغتها لانه ثم حاجه اسمها مؤسسه رئاسه البرلمان، وقال لا اللي قالت وقتها عبير موسي ما ثماش رئاسه البرلمان وما يصحش انه رئاسه البرلمان تصدر بيانات. اليوم مطلوب من رئاسه البرلمان ان تصدر بيانات، هذاك علاش عبير موسي عمره ما كانت في صف السيده سامي عبو، والعكس هي ممكن نقمه ماشي نعمه للسيده سامي عبو. لا لانه هاني قلت لك لانه في الموضوع هذا في الموضوع لانه لأنه التيار يطلب بيانا من رئاسة مجلس نواب الشعب في وقت اللي عبير قالت ما ثماش في النظام الداخلي حاجة اسمها مؤسس رئاسة البرلمان، كل البيانات إما تعرض على جلسة عامة ولا على مكتب المجلس. هذا واحد، ذاك علاش قلت هي عبء عبير موسي على السيدة سامي عبو. نجي للرجل غنوشي لهنا. سمحني شكيب ستونيونس، هذا يراو على خطر التيار الديمقراطي طالب بيان من رئيس المجلس مش من رئاسة المجلس. لا وجود لمؤسسة اسمها رئيس المجلس. خلود خلود نحكي على رئيس خلود نحكي على رئيس المجلس، وقلت لك عبير قالت ما ثماش حاجة اسمها رئاسة مجلس صدر بيانات. أنا نجي لهنا الموضوع قصة الغنوشي والنهضويين اللي قالوا له. انا تقديري النهضويين هذوما اللي نصحوه اساءوا الراجل غنوشي، لانه ناس تخزر عند انفها السياسي لا اكثر ولا اقل، لانه اليوم مطلوب من الغنوشي ان يكون عينه على الحزام البرلماني اي، ولكن عينه على المعارضه زاد. اليوم كي سيب مثل البيانات هذه وعلى حق في ادانه العنف اكيد يخدم معارضه التيار الديمقراطي افضل من معارضه عبير موسي. طارق تفضل. لا انا ساعه باش نتفاعل مع الفكره الاساسيه نتاع خليل اللي قال يلزم الحركه الديمقراطيه والعائله الديمقراطيه تتضامن ضد العنف وضد ومن اجل البيان نتاع مسنده العنف. هذه العائله الديمقراطيه استوجب انه فيها عبير موسي. توصيف عبير موسي انها طرف ديمقراطي في البلاد هو نجم ونقعدوا خلينا نكمل خليل. هو مساءله كبير عليه. ونحكي على الحاضر، ما نحكيش الجمعة اللي فاتت برك عبير موسي تهجمت، مش نقدت، تهجمت على نور الدين الطبوبي فقط اللي قال ليه انت رانا مانيش نفس المسار ومانيش نفس التاريخ ومانيش تابعين الدساتر والدساتر قمعون. تهجمت عليه الرجل، لا ديان نتاعها لا علاقة له بالديمقراطية. هذه النقطة الأولى. اثنين نرجع للموضوع الرئيسي تو، موضوع سامي عبو. أولا أنا سألت من جميع المصادر، مشيت مكتب المجلس، ربما ناس القراب أيضا رئاسة المجلس، الناس اللي تحضر في مكتب المجلس. المطلوب هو بيان من رئاسة المجلس، ما عادش حتى من الجلسة العامة، وما عادش فيه حتى تسمية للنواب المعنيين بالاعتداء، فقط نواب ائتلاف الكرامة، وما فماش رفض للتحقيق، خاطر شفت بعض نواب ائتلاف الكرامة يقول طلبنا لجنة تحقيق وهما رفضوا. ليه ما كانش فما رفض لجنة تحقيق؟ رئيس المجلس قاعد يتفرج عنده أكثر من شهر تسامبلومون. معناها التيار تراجعوا في المطالب نتاعهم، ما عادش طالبين تسمية النواب اللي هما اللي ينسبوا العنف للأسماء. ما همش طالبين فلان لفلان، نواب ائتلاف الكرامة الذين مارسوا العنف. ومش جلسة عامة، رئيس المجلس. ومش رافضين لجنة التحقيق، قال لك خويا أعملوا هالتحقيق عندك شهر. عندك قال لك شنو أنتر بارونتيز من الحاجات تضحك سمعتها. فما واحد واضح في الفيديو اللي رمى دابوزة. قال لك ليه يا اخوي انا عيطت له حلف لي قال لي والله لاني انا. معناتها رئيس المجلس
غزر قال له خاش غزاه جهنيب يمينا غموس اي اي جهنيب قال له والله لاني انا هذيك يا ودي فيديو ناس شاهده عندك واحد من المرافقين نتاعك كرئيس مجلس دونك ورغم كل هذا طارق فانه لم يصدر بيان بإدانته ما عندوش علاقه وزلي لحظه المساله ما عندهاش علاقه فقط جه حد قال له لا رئيس المجلس نفسه للأسف لا يحتاج لناس أخرى عنده شهر كامل ويشوف واضح وتم الاتفاق على صياغة على بيان بصياغة واضحة من مرافقي رئيس المجلس لكنه في الأخر رفض لأنه هو يقدر أن واحد من جناحاته باش يتقص إذا كان يخرج بيان المجلس لهنا أنا في رأيي تقييمي الشخصي اللي كيف ما صار في البيان بتاع الاعتذار بتاع فرنسا مخرجوا تلف الكرامة وقالوا يا نهضة يلي بيك يلي عليك وهذه القطيعة لكن بعد جاء وشدوا الصف ورا النهضة نفس الشيء إذا كان يخرج بيان لكن هو خايف لأنه الخوف ولا أيضا داخل الحركة والخوف في علاقة أيضا بالتحوير وبرشا عارك صاير داخل النهضة تنرجعوا له بعد لأنه تجاوز حتى مسألة البيان توا وقت صلاة الظهر في مدينة تونس. واصلين معكم في 90 دقيقة خليل تفضل الإجابة بسرعة. الإجابة لا مش نجاوب طارق على خاطر طارق زاد بعد لي بالموضوع بعد شنو بعد معناتها ولينا توا ما بين احنا درسنا هل ترى عبير موسي عضو في الحركة الديمقراطية ولا مش في الحركة الديمقراطية وشكون قابل اتساتر ومش قابل وقتها توا نقعدوا عامين ناكلوا في الطرايح في البرلمان وفي غير البرلمان وما يصير حد شيء أنا هذه مش أنا إيش قلت من الأول كنت واضح قلت نفس التوصيف عبير موسى قبل ما يتضربوا جماعة الكتلة الديمقراطية توجهت لها إهانات كإنسان قدام الناس الكل وتوجهت لها تهديدات بالعنف ودخلوا غرباء على المجلس والنصوص اللي خرجتها في هذا ما فيهاش نقاش حول الحركة الديمقراطية فيها تصدي للعنف والإرهاب الممارسة خليل السياسية سمحني خليل فصل وجزأها في علاقة بالنقطة ذي فقط ماني موش قاعد يعني في خارطة جديدة الممارسة السياسية الموجودة على الأرض أنا قاعد أسمع فيه ما تحتاجش تفسره لي هو قال لك جزء من الحركة الديمقراطية جزء من الحركة الديمقراطية الممارسة السياسية في المحاور المطروحة التحالف تصدي للإرهاب جميع القوى وانا في علاقة بالأساس الديمقراطي فضل خليل علاش الغنوشي تو يطفي الضوء لأنه يعرف لو كان مش تصير أي أكت في الموضوع هذا يقول لك تو جماعة يدخلوا القاعة يتعاركوا مع بيرموس ويخرجوا يقول لك تو يعملوا عريضة بعد يتعاركوا مع بيرموس ويخرجوا يقول لك تو جي تنديد بالعنف بعد يتعاركوا مع بيرموس ويخرجوا هذا فاكتور من اللي فاكتور اللي شدوا راشد الغنوشي ماذا بيه حتى بشر ما يحكي مع تساترة إلا هو وحتى واحد ما يستعملهم إلا هو وحتى واحد ما ينسق معهم إلا هو وحتى واحد ما يستعملهم إلا هو يا خليل يا خليل سامحني قاعدين المشكلة يا خليل غلط هاو علاش غلط فما عديد الأطراف داخل البرلمان يحكيوا معها عبير موسي أما هي اللي يحكيوا معها الناس والتحية ويحكيوا معها علاش مش يحكيوا معها أما هي قاعدة تهين فيهم وتذل فيهم أي واحد يختلف معها خلينا نكمل لك أي واحد يختلف معها أي واحد يختلف كل نهار الناس في شددته بالواحد بالكاميرا يلي بيك كيفاش تخرج من الاجتماع راجل ذلته على خاطر جوست خرج قابل الناس في الاجتماع هي لا تقبل حتى الناس اللي تحب تجي معاها هي أمد جي معاها تشد الصف وراها وإلا لا دونك بطبيعة الحال الكتلة الديمقراطية خليل ما وشك على طريقة قبل الثورة لا نعرف قاعد يحكي هو يحكي لازم الناس هذه ضد راجل الغنوشي وهذا كلام فارغ المثال المضاد وصلت حورت في عريضة وقت نتاع التدخل الخارجي بناء على طلبات من التيار الديمقراطي ومن التيارات الكل إذا كان ثم تنسيق تنسق أما اللي يشعر بروحه الناس كلها هابط عليه ضده راهو باش يرد الفعل واحيانا يرد الفعل بطريقه ما تعجبش الناس حتى كي ثبت يعني قاعد تبرر لها حتى كي ثبت نور الدين الطبول لا ما برش انا عملت مداخله قاعد تقول الناس الكل جات ضدها وذاك علاش هي تتصرف هكا هذا في علاقه بالديان نتاعها ما عندوش علاقه بالقبل توضيحا انا المساله هذه يستحيل دخلت فيها لاني عمري ما نخمم باش نسب اتحاد شغل وتوضيحا زاد تحققت مليح ومن مصدر رسمي نقابي انه راهو الجمله اللي قالها الطبوبي تخص في جزء منها الكرامه اللي قال ما نقعدوش معاه وتخص في جزء منها الدستور اللي قال هو رافض الحوار وبالتالي الناس الكل هبطت على الجمله هكي وصارت عليها غريبه كبيره انا بالنسبه لي هو حكي على التاريخ نتاع الاتحاد شغل هو ضمانه شغل هو ضمانه الجميع مش فقط جمله خليل ما تنقصش من الوقت اللي فما خلاف حقيقي مع موقف سياسي مش معناها تفاعل مع قرصو مودو فما خلاف حقيقي بينهم ما تنقصوش هذا واقع باهي يا جماعه شكيب والله عاقل ويسمع فيكم نعطيك كلمه مثال شكيب ديما باهي معايا الموضوع في الديان نتاع عبير موسي شخصيته هكاك تبنات مع الاسف شخصيه فظه غليظه القلب انفضت الناس من حولها اون بيرومان معناها تشعل الحراق هذاك هو تلقى روحه انا بسيكولوج تو شكيب اي شنو خليه يكمل العيون خليه وهي كمل اليوم عمل الديان الجماعي الرافض العوده تساتر الديان الجماعي لا الرافض العوده تساتر هو يخدم نتاع
تحت لتحت هي ما تلقى راحتها كان في الاشتباك والعرق. تتذكر المناظره الرئاسيه اللي صارت وقت صندقوها قالوا يا اسمع ما تمسش غيرك وما تسيئش وما كذا، ظهرت بارده باهته تعدت وكانه معناها مش موجوده اصلا. المراه هذه في شعار الحراق في الكلاشات في الاشتباكات في العرق في السياح في اللايفات في هذيك تلقى روح ترتاح، اما انه باش تصالح وتحكي مع الناس وتاخذ وتعطي وتعمل تنازلات ما تضيع ما تلقاش روح. اي خليل باش نخلي لك الكلمه بسكر الموضوع هذايا امام التعليقات هذايا اليوم كسحوا طارق وشكيب كسحوا في التوصيف الشكلي لمداخلات في التوصيف في التوصيف الشكلي خرجنا من الموضوع الرئيسي اللي هو اضراب جوع سامي عبو اللي هو الحدث اللي يستحق التركيز ولا نحكي ولا عبير موسى اي نقول لك علاش ليه هذاك موضوع ثاني الموضوع الرئيسي توا عندك اضراب جوع طارق عندك حدث ما حكيناش عليها الحدث هذايا بجوع وبين بتاع الإدانة ما حكيناش عليه قالوا ولينا نحكي على عبير موسى اللي قالوا خليل اختير تعرف علاش اللي قالوا خليل اختير اللي قالوا خليل اختير بمعنى انه سامي عبو ولا الكتلة الديمقراطية كي تضرب عن الطعام وكانوا منزوعي السلاح يلزم باش يحصلوا مكاسب يستدعوا المدفعية الثقيلة اللي بما في ذلك عبير موسى المدفعية الثقيلة اللي هي السيدة عبير موسى باش يحققوا مكتسبات وهذا الاختير اللي قالوا علاه تخدموا مع بارتي منهم واحنا لا كون نحن ساعة بشوية نحن يا رسول الله نحكي المساندين نحكي الاخرين اش ماشي يقولوا معناها هو معناتها ثم ناس تحب تخدم مع تساترة والاخرين لا باهي انا كلمة واحدة لا اديان لا حد شيء يقراوا البرنامج نتاعها التو نتاع المرحلة هذا الكل تلقى الناس كلها تتقاطع مع بعضها فيه علاش شادين في الشخص علاش مش شخص المواقف نتاعها يلا يا شيخ مش تباع انا ما حبيتش تباع اسمعوني باش نقول لكم حاجة طارق الموضوع اللي انطلقنا منه باش نتحدثوا عليه هو غش خليل هو اضراب الجوع لسامي عبو هو يتغشش هو التشتت متغشش هو يتغشش على التشتت يتغشش على انه سامي عبو لم يقع مساندتها والسبب نتاعو تعدى على جنب ولا لا هاكا خذيت الكلمه حكينا فيه وقلنا انه لم يصدر بيان ادانه ولكن نجموش احنا نقروا لبعضنا خرجتش الكلمه امان خرجتش الكلمه وضامنه مع السيده سامي عبو في اضراب عن الطعام ما قلناش خرجت وقفتش عند راسها وقفتش عند راسها وقفتش عند راسها باش تقول راني انا مكلفه بشؤون النواب تحتاج طب على ذمتك وعندك خرج موقف من اضراب الجوع اكيد انه مانيش باش ننسبوا يبطل يقول انت المليح نلموا الحكايه نرجعوا للي به فايده يعطيك الصحه ارجع لي انا علاش متغش تفضل يا خويا تفضل اجا بالله تركي شاشه بلاستيك برس جهرك ديجا قد في بلاستيك وخمسي انا ندرس في بلاستيك ما خلناش نحكي على الموضوع نتاعي تفضل سيدي موضوعك مهم جدا تفضل لا هو موضوع فعلا مهم وانا متغشش لانه يتعلق بحاجه معنيش برشا وقت نحكيوا عليه لكن بسرعه اللي هو يتعلق بحاجه مصيريه الان قاعدين نحكيوا في المده الاخرى الكل الايامات الاخرى الكل على التزايد الكبير في حالات الكورونا وعلى انه المساله باش تكون خطيره جدا المعطى اللي موجود توا انه تونس ستتحصل على اللقاح في افريل معناتها بعد ما تخذ شراء مكحلة بالضبط هو كي جينا التلقيح في افريل هو بعد ما تخذ شراء مكحلة لانه الناس الكل حتى معناتها مع الباستور هشام الوزير وغيره نصف بن علي وكل بعد الناس الكل قاعدين يقولوا في نفس الشيء اللي هو راهو جانفي وفيفري باش يكونوا وقت الذروة وقت الذروة وقت اللي شو معناتها وقت الذروة كلمة راهي تظهر بسيطة وقت اللي باش يتوفاو برشا ناس برشا ناس ما عادش باش يلقاو انعاش وبرشا ناس باش يلقاو رواحهم في مواجهة وحدهم مع الموت وقتها ما فماش لقاح تبين أنه أحد المشاكل وأحد الأسباب اللي معناش لقاح ساعة هو أنه الملف اللي يزمو تونس باش نلخصوا الموضوع موجودة في منظومة كوفاكس وتحدث سيسوال العلويني اللي هو مستشار بتاع لوماس لهناك عديد المرات على الموضوع هذا خاطر هو ينسق مع لوماس في الموضوع هذا مش ينسق على الطرف التونسي لكن في إطار لوماس و تونس هي من بين 92 دولة اللي من المفروض عندهم الحق نظرا لوضعهم الاقتصادي انه تحصلوا على اللقاح مقابل دولار واحد. تبين انه تونس ما خلطتش كيف بيروقراطيتنا في عديد الملفات ما خلطتش حظر الدوسي وحطوه عند لو ام اس في الوقت فاتهم الاجل يا سيدي كما الإدارة نتاعنا تلقاها مترهلة في عديد زاد في علاقة بلو ام اس في علاقة بملف حساس كيف هناك وتوا يلزمنا نتحصلوا على اللقاح مقابل 7 دولارات ومخر وزيدهم بلوس فما ناس تخدم فقط على الملف نتاعنا في علاقه بفايزر اللي هو غالي طبعا اللقاح بفايزر ويستوجب تحذيرات خاصه خاصه لانه يلزمه يقعد في مستوى كثير كبير من البروده
تحت يظهر لي 50 ولا 70 درجة تحت الصفر. وهذايا يعني اللي فما عديد الإخلالات اللي تتعلق مش فقط راهو بوزير الصحة بوزير الصحة لكن مش فقط بوزير الصحة، لأنه هذايا نورمالمون رئيس اللجنة العليا المشرفة على الموضوع هذايا لجنة مجابهة الكوارث هو رئيس الحكومة نفسه. المشيشي فشل في أهم دور في أهم ميسيون عنده اللي هي الحصول على اللقاح في علاقة بتونس، وهذا في حد ذاته هتوم بعد نحكي على التحويل الحكومي هو نفسه في حاجة للتقييم وفشل في أهم مهمة عنده. فاتنا الديدلاين معناه أنت أنا باش نكونوا ما بين الدول اللي تتمتع مش لهين لهين باش كون باش يكون قلت مسؤولية هذا لو يلتحق قلت مسؤولية علي عبد الله صالح لا يرحمك فاتكم الجيتار عرفتك فاتكم الجيتار أي. لا أما أنا بالله حبيت نحكي بكري أنا وأحلام قاعدين نحكيه على موضوع كيفاش رئيس الجمهورية يقول لك التطبيع خيانة عظمى راه ساعات كي تعرف خصمك مهم وكي ترفع شعار هذا شي يخليك هذا يلزمك أنك تنافس الصهاينة باش تسبقهم. تعرف في موضوع التلقيح سي نتنياهو وش عمل خلوده هز التليفون كلم سي الباغ هذا بوغلا هذا يا سيدي البي دي جي نتاع فايزر قال له اسمع راني حاشي بتلقيح للصهاينه شخذاه خذاه 8 مليون جرعه بقداش ب 30 دولار توا الصهاينه ملقحين الواحد المليون و600 الف صهيوني ثلثين نتاعهم فوق 60 عام والبقيه وماشيين على اساس انه في جمع 10 ايام باش يلقحوا كل الصهاينه. تركش تعاملوا مع الموضوع هذا قال لك هذا انتصارنا الثانيه بعد شو خلود بعد حرب الستة ايام. معناها انت كي تحكي له في تونس على حرب على الكورونا وجلاء من الكورونا يفترض تهبط بالثقل نتاعك والكلمه كلمه واحده ومجلس امن قومي وتهز سي قيس سعيد التليفون تكلم لنا سي الباغ بوغلا باش تقول له مستعدين مقاسه تفيض الخزائن والناس تتبرع ونجيبوا اللقاء وينه هذا كله؟ اما عنده في الخزائن نتنياهو عنده في الخزائن مش يشري ب 30 دولار وهذا لا يقلل من مسؤوليه الدوله التونسيه اللي هي الكل ولكن زاده بي اون توكا ما نقولها مره اسمعني اسمعني نقولها مره بالمجازه سارة خلق لكم حاجه ربي قيس سعيد بالمجازه ما نقولش ربي الخزائن التي ستفيض فارغه على ما يبدو وخليل ماكش حاسس انه فما برشا غموض حول موضوع التلقيح هذايا خاصه كيفاش كل واحد يرمي في مسؤوليه على توجيه رئيس الجمهوريه تقول له انت مكلف الدفاع وبالخارجيه وقت تاكل بعضها والحكومه تعجز يولي رئيس الجمهوريه مكلف بالتلقيح. هذا جو التلقيح هو جو من تنازع السلطات اللي هو تكلم روى التلقيح إيه حبيت نقول لك رئيس الجمهوريه الاقتراح اللي باش يعمل اجراءات وتحدث صحة حتى على الحظر الصحي هو اللي باش يعمر الورقه باش تتبعث الاجل ما عندك اداره اللي هو رئيس الاداره هو اللي يقترح في تصوره للامن القومي لانه الصحه جزء من الامن القومي اما الاجراءات تقوم بها وزاره الصحه وتقوم بها الحكومه والمتابعه تقوم بها اللجنه العليا لمواجهه الكورونا هذيك هي المعنيه خليل هو اللي مصرف عليها لا امان خلود كلف وزير الخارجيه بالموضوع لكن تعرف شنو بيزيد يفسد ويخسرنا في الحرب على الكورونا ولا انه اليوم توا السيد الهاشمي الوزير في مرمى كل الانتقادات جينا المسيو فاكسان هذا السيد اللقاح ولا الزريقه ما نعرفش كيسميها المكلف بالتنسيق في موضوع الزرارق والتلقيح جينا رشحناه انه يشغل وزاره الصحه في التحوير المقبل توا الناس كل قائمه الدنيا وما قعدتش وملفات قاعده على مرأة ومسمع من كل الناس وغسيله قاعد ينشر ومش هذا مش يزيد باش يزيد بتبيع مش وقت باش نمشيو لا قلت لك مش وحده الاسم المقترح لوزاره الصحه لانه ايضا اي مادام باش نحلوا الموضوع احلام باش نعطيك الكلمه الهاشمي الوزير وايضا نصاف بن علي مقترح لوزاره الصحه ضيفتنا بدايه من ماضي ساعه احلام العبدلي الكلمه ليك توت سويت لو زابينك يمين الزغلامي تحذر رئيس الحكومه من اي تحوير وزاري مشبوه نسمعوها هو الحقيقة تحذير منطلقة من معرشي يعني العميقة بملف النفايات وملف البيئة في البلاد ونحن اتجناه كمجموعة من اللي تحرق مصب الشكير وقفنا على منظومات الرد المهدية اللي منعطوس إلى حد الآن من المضي إلى منظومة التسمية واللوبيات اليوم إذا التعيين يكون من هذا الصنف أو قريب أو عنده شبهة فساد في الحقيقة أكيد أنا مش ناقص مش نكون ضد ثم الحقيقة كل هالوكالات هذية لما فيها الوكالة تاع تسمين النفايات ولا وكالة المحيط حماية هذه كلها وكالات الحقيقه ما ضافت شيء للبلاد، انا كذلك الى حذف هذه الوكالات. رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي في اخر الاسبوع اللي فات اعتزد هو بدوره تصريح عن الحوار الوطني، قال البديل على الحوار هو القتال، نسمعوه.
البديل عن الحوار هو القتال، هو القطيعة، ولأننا نرفض العنف ونرفض القطيعة، ولذلك نحن مع كل دعوة للحوار بقطع النظر عن الداعي إليها. كونه هذا الشغل منظمة المحترمة تدعو إلى هذا، هذا أمر جيد. كونه رئيس الدولة يدعم هذا، هذا أمر جيد. نحن ندعم، إذا الحوار لا يقصي أحدا إلا من أقصى نفسه. التحوير الحكومي هو كان حديث الموضوع، الحوار الوطني على ما يبدو باش يتعلق شوية الحديث عليه إلى أن يأتي التحوير الوزاري. هل التحوير الحكومي باش يشمل ثلاثة وزارات فقط، باش يكون سد شغور، باش يشمل أكثر؟ ما هي الأسماء المقترحة؟ خرجوا لي لستاتكم يا جماعة. عداي شكيب أتون علقوا عليه خليل لستات قبل إيش أشد بلاستي خليل شبيكم اليوم يا أخي؟ شو هذا؟ شانا جوست قلت لك خاتيني نحكي عن اللي عنده شهوة، شو هذا يحب يقولها يا جماعة؟ أشياء نستهدفك يا بهيشي تو خاطر سمعت حاجة نحكي ورئيس حكومة وزيد نحكي ونحكي خلود من رئاسة الواحد بيه يا طارق. ماذا في التحوير الحكومي يا طارق؟ يلا نبدأ بيك. بيه شوف أنا خليني فما صارت توا أهم لحظة واللي توا صاير عليها تداعيات ردود أفعال، هي نهار السبت عندما عرض هشام المشيشي قائمته النهائية على ممثلين لأهم الأحزاب ووصل لهم على الأقل القائمة متاعه. القائمة متاعه تضمنت الشكل التالي، البروفايلنج التالي، تضمنت إما ناس قرب منه جداً في الكابينين متاعه، أو ناس مرشحين من دوائر منظمات مهنية. خنقوله الأحزاب مرشحيها المستقلين بين ظفرين ما لقاوش بلاصة. عموما الطرف الاسم الوحيد اللي لقى بلاصة هو اللي ديجا موجود في الكابينين متاع هشام المشيشي، هو السيد أسامة الخريجي اللي هو معني بوزارة الفلاحة. أيوة. من الكابينين متاعه هو مقترح مثلا رشيد بن رمضان في التشغيل، هو مقترح الذهبي في الداخلية، وجبدناه ذهبي المرة اللي فات في الداخلية. أي. وليد الذهبي نلقاو في الجانب الاخر مقترحين الداخليه. قلتوه المره الاخرى هو معزل مقدم قاعد يخدم على الموقع نتاع الداخليه، وخاصه فما شكون في الكتله، في احد الكتل اللي موجوده في الحزام علاقته قويه بمعزل مقدم ويدفع في اتجاهه كتله حسونه ناصفي. لكن الان الموقف الرئيسي هو وليد الذهبي على الاقل حتىش نهار السبت لحد في الداخليه. والعدل والعدل مدير ديوان، اللي هو مدير ديوان خاطر تحليل واحد الاسماء ثانويه راهو. لا لا احنا تو اليوم العدل توا كي يتطرح يوسف الزواغي شو معناتها؟ معناتها مش الهادي القديري اللي هو مرشح، مش فقط النهضة، مرشح حتى قلب تونس. الهادي القديري قلب تونس اللي ما تقبل لها حتى مرشح، طرحت في الصناعة والطاقة التونسي سيرتان، يعني التونسي اللي هو كان موجود في جنرال إلكتريكس في مصر، لكن ما تقبلش أيضا من المشيشي. الائتلاف الكرامة طرحوا اسكندر الرقيق، حتى كتاب الدولة ما تقبلش من هشام المشيشي. يعني هشام المشيشي في النهاية حط الناس اللي اما قرب ليها وقرب منظمات مهنيه كيف سي رضا بن مسباح اللي صحيح مقبول من النهضه لكن من رجل الغنوشي مش من كل النهضه، لانه النهضه طارحه منجي مرزوق، لكن ما تقبلش من المشيشي. تقبل رضا بن مسباح لانه المشيشي شاور لوتيكا، وبالنسبه لهم لوتيكا اقرب لهم رضا بن مسباح. يعني في النهايه التشكيله اللي خرجت لا ترضي، ليس فقط الناس اللي قالوا له يلزم تشاور الرئيس كيف تحيا تونس، تحيا تونس قالت له لا ما تعمل تحوير الا ما تجيب موافقة، بل ايضا حتى النهضه وقلب تونس اللي مرشحيهم ما تقبلش. وذاك علاش توا التعطيل متعطل، التحوير متعطل، وذاك علاش ما مشاش لفرنسا، وذاك علاش توا ولا حديث على سد الشغور. قول ما ساعدناش تعمل لنا التحوير بالطريقه هذه ومن بعد وترسينا نحن نقعدوا نتفرجوا فيكم معنا حتى حد في الحكومه. دونك توا ولا مطروح، إذا كان ما يتخذش مرشحينا باش نقبلوا كان من عديول كان سد شغور، وهو طارح أساسا التحوير الحكومي بطريقة هذه. صاير براد فير توا، وتوا صاير لقاءات أز وي سبيك كيف ما نقولوا حتى في القصبة مع ممثلين عدد من الأحزاب. و نشوف حسب الكتاب الرسمي يقولوا انه فما تغيير وزراء الرئيس اولا، ثم بعد ذلك صارت قائمه اخرى وقعت تداولها اعلاميا. شكيب القائمه هذيا البعض قالوا واقعيه، وفي علاقه بالتحليل اللي قدمه لنا طارق انه فما برشا اسماء من الاحزاب الحزام السياسي لم تقبل القائمه ذي بلوز او موا. وانا ديجا في الويكاند سالتك قلت لك انديبوندون، قلت لي ها 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 كيفاش ماهمش مستقلين. لا لا هو ظاهر يبدو انه ما خباش
مشيش قال للأحزاب أنا باش تبقى حكومتي حكومة كفاءات مستقلة، مانيش في سيسها، مانيش في نحزمها، مانيش في ناخذ ناس من الصف الأولاني ولا الثاني، اختاروا أنتم كفاءات على استقلالية وكذا، والناس هذوما أنا نشوف ويتم معناها التمحيص معناها في سيرتهم وفي كفاءتهم وكذا ويتم اختيارهم. والمجموعة الأحزاب قدمت أسماء، أما باش تعرف فما مؤشرات، هي باش تعرف مثلا أنه وليد الذهبي هو الأقرب للوزارة الداخلية اللي هو كاتب عام الحكومة اللي يقول راه كان في قطر ومازال كي جاء ماخذ خاطر معناها في استدعاء سي هشام مشيش، يكفي انك ترى السيدة عبير موسي عاملة حملة كبيرة النهارين هذوما على وليد الذهبي، لأنه كيفاش الكتابة العامة للحكومة ساكتة على فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الحملة هذه في التوقيت هذا بالذات في بيان يتسمى فيه كاتب العام الحكومة أنه تراخي وأنه يبيض وأنه متواطئ وكذا ظاهرة معناها حطان العصا في عجلة تسمية الرجل هذا، كيفاش وزير الداخلية بسميه السيدة هذه كاتب عام الحكومة وساكت على كذا، مش معناه بمعنى ساعات باش تعرف أنه لا باش تعرف أنه نشر الأسماء هذه كل توجيهها حتى في المعارضة تحب تكسر الأسماء هذه باش ما توصلش الصحة الصحة العدل والثقافة هما زادها أثاروا برشا الثقافة الأقرب فتح الهداوي يتردد الاسم بشكل كبير وكذا وغيره. أما للصراحة أنا فاجئني أنه اختيار سيل هاشمي الوزير، باهي سيل هاشمي الوزير يقول لك أنه قريب من شرف الدين دونك رضا شرف الدين هو فما فريق من بعض الشركات يقولوا هو اقرب للمخابر لوبيين وطول الان معنا شركات اخرى ادويه عامله حمله كبيره وش قبل راجل الغنوشي على الموضوع هذا على اساس انه هذول اللي قبلوه واهلوا ما جروا بمعنى انه نحن نجيو المسيو فاكسان والمراه اللي هي نصبن علي الماسكه كذا نجيب في الموضوع لوزاره العدل يبدو الاقرب الزواغي والاقرب انه من جهه هشام مشيشي هو من الافاقين. من هو يوسف الزواغي؟ وطول مدير عام الديوان وطول مدير عام الديوان كان قاضي وقاضي هو قريب من منظمات مهنيه قاضي هو الأصل قاضي من باجة نيابة عمومية كان يظل نيابة عمومية كان وذول كان قاضي جالس ومن بعد تسمى على اساس مدير عام وقت سي يوسف الشاه وهو على رئيس الجمهورية وسمه رئيس الجمهورية وسمه من الدواخل بمعنى انك انت عندك شخص الاتحاد الى حد ما مع عنده علاقة ود كبيرة مع الرجل هذا بمعنى عندك شخص ينجم يجمع اليوم بين كرتاج وبين القصبة وبين الاتحاد عم توصل شغل وعلى اساس انه قاضي وتم توسيمه وكذا ينجم موضوع هذا يتعدى ينجم يتعدى. باه شكرا لك شاكيب يلا خليل. لا لا انا جيت سي انت في تعليق على الموضوع اللي استمعت لي في تصريح راجل الغنوش ما نسيتكش يا خليل راه فوالا تفضل سي من باب الباب طلباتك اوامر سي مرحبا من الكرم شاكيل بيظل مبروك عليه خاطر راجل عبير موسي ضده تو جماعة كل باش يشدوا صحيح باش يطلعوه يعني ديما نذكروا حتى انسان ما عنده حتى علاقه بالحكومه لا صدق عليك ولا عنده علاقه بالحكومه على الاقل تعرف شو في دماغك رافضها تماما وزارة الداخليه راه يا خليل سيكاناليز لا تو نرجع بالله نرجع خاطر تصريح راجل الغنوشي على غايه من الاهميه والخطوره علاش البديل عن الحوار هو القتال الساعه شكون سال على البديل احنا نعرفوا اذا صار حوار وطني ولا ما صارش البديل نتاعنا هو مؤسساتنا البديل نتاعنا هو التداول السلمي على السلطه حسب تعريفنا للنظام الجمهوري الجديد اللي سي الغنوشي وحزب سي الغنوشي ساهموا في كتابته وخطا السطور نتاعو علاش نقول الكلام مخطر لانه كلمه الحرب الاهليه اللي تقترن ديما بازمه سياسيه راهي مش اول مره تتذكر على لسان قيادي حركه النهضه اكثر من واحد ذكرها البحيري في سياقات ذكرها الغنوشي في سياقات يعني شنو مطلوب اليوم انه تكييف البلاد هذه على حساب الميولات السياسيه مع حركه النهضه وعدم تكييف البلاد حسب الميولات السياسيه يساوي المرور الى الاحتراب انا ما شفت حتى مؤشر في البلاد هذه ولا واحد خارج يعيط يا غنوشي ولا يعمل في مشاكل ولا شادد حاجه ولا شادد عصا الناس الكل قاعده الاقوى واحد دوك عامله ضرب جوع تو يعني لا عندنا ميليشيات مسلحه في البلاد خايفين لو كان ما يصيرش حوار وطني تو تخرج يعني اليوم شخصيه سياسيه بالاهميه هذه عندما تحكي هكا تقيم الدليل القاطع لانه ثم نيه للاستحواذ على السلطه شكرا لك خليل والله كل طارق اعمل يوغا نفس اسمع فيه فشكيب مغادي عاود احكي لك على نشر الجيش حنمشيو فاصل ونرجعوا تو تسويت في 90 دقيقه ما بارامون صح يفهم فور بلوس كل يوم
كونوا على EFM أحلى راديو. وأخيرا عادت البطولة بين أخ ورد، مقابلة انتهت سنين سنين بين الجامعة والوزارة وزارة الصحة، وجات الدم الكبيرة من زي الحكومة. حس القرارات اللي خذوها الحكومة تعدز تخطف، ما عندها حتى سونس وما عندها حتى لوجيك. تفرج فيه تروح طلعت التلفزة الفوقانية، قلت ماشي التلفزة اللوتة خايبة، طلعت كذا اللي يقول لي لعبت المستير 3-5 سنين والوصفيق راني تعارك معهم. زادوا كي لعبوا 30 دقيقة ولينا نحكموا، يا هل ترى ينجموا يعطيوا في الشامبيونز ليغ ولا مش معقول؟ تبدا في الاوتوروت تجري فيقول لك 110، احنا ولينا نعملوا 110 بالتوالي مش نوخروا بشويه بشويه وما غير التروفيزور معناها فتك الدنيا. التروفيزور لا ستوب لا فروج لا حتى شيء. نحب نعرف شكون دلس ويقع التشهير به. سبور بلوس مع ايمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني. EFM احلى راديو. احلى ضحكة. فما الاولاد زاد لي على الفيسبوك يفدوني ذوكم، يبدا على الفيسبوك شنو كاتب؟ بف برشا بنات عفش في تونس، انا نحب نعيش في اوكرانيا. ساعه جيت تشوف تصاور وطفل ذي اللي يحكي على عفش تلقاه حاش خليقه ربي خشم وتقول بونغالو يكري في الصيف، ويبدا لابس ماريو الخلعة كيم نكتب لك حلو الكعبة ديمينو، ويبدا محمل صاحبه وكاتب صاحبي وائل عشرة 20 سنة وهو وائل عمره 14 سنة مازال ما غلقهمش. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. جانيكم في 90 دقيقة، مرحبا بكم واصلين في الزابينج. الهدوء خيم على الاستوديو. شكرا خليل، شكرا شاكيب، شكرا طارق، يعطيكم الصحة. نعطي الكلمة لأحلام العبدلي. في الويكاند زاد تنسيقية الكامور أمهلت الحكومة وهشام المسيشي رأسا بهلة لنهار 20 جانفي، نسمعوا طارق الحداد. من هنا قبل نهار 20 كان الوفد الحكومي والسيد رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي والسيد رئيس الوفد السيد المنصف عاشور والناس اللي لاهي بالبرامج هذه كل كانهم جو وقبلوا ذا تطوي وقالك الاتفاق اللي عملناه راه مش حبر على ورق. كان قلتوا هذا لا لغة تهديد لا حد شيء، تطاوين حاضرة وتطاوين جاهزة ديما. راه الفانا اللي يوم الناس المنصف عاشور رانا قلنا في صورة ما أخل أحد الطرفين نرجع لنقطة الصفر، نقطة الصفر راي نرجعوا الفانا. باهي أي سي شاكي باش نعطيك الكلمة. الناس هذوما أنت قلت أنه الاتفاق نتاعهم سيكون نموذج في الحياة الاقتصادية التنموية في تونس، وكل الجهات يجب أن تسير على درب الكامور، لكن هاو عنا اليوم ممثل تاع تنسيقية الكامور قاعد يهدد في رئيس حكومة، معناها يهدد في الدولة والاتفاق ما صار منه شيء، فاش نعملوا؟ طب لا شوف، هذوما الفلاقة، هذوما الفلاقة متاع المنوال الاقتصادي والتنموي الجديد، وعنا فلاقة تاع تحرير تونس و52 ناس طلعت الجبل وغيره وغيرت وحررت وكذا، برغم انه بورقيبه سالهم وقال مقارنهم معنا صديع وكذا وغيره، مقارنهم صديع. هذوما فلاقه المنوال التنموي الجديد، التمييز الايجابي لاستحقاقات دستوريه. هذا واحد. اثنين اثنين قلك حاجه باش تجلطهم طارق وخليل باش تجلطهم. والله العظيم باش يلقوا راسه على الميكرو. هو يعمل لنا منوال تنموي مش فلاقه مسلحين. فلاقه عفوا في الاستعمار هذوما؟ لا فهم اخر كبيره فلاقه تنموي. كتاب على الاستعمار الداخلي ولا برا؟ لا هقرا خرجتنا جمله من الموضوع. هذوما فلاقه خرجتنا جمله من الموضوع. نحسن الموضوع كيف رد بالك؟ لا لا ما نحسن الحقره. لا بمعنى اليوم نحن خلينا من اللي قالوا اللي تقال. شوف انت ايش قال سي هشام مشيش وقت مشي بيعنا اتفاق الكامور والذخله والرخله، ايش قال لنا؟ قال لنا الدوله امضت على الدوله ان توفي وان تبرئ ذمتها وان تنفذ التزامات. اليوم فعلا يلزم يكون سي هشام مشيش عند الكلمه نتاعه، الدوله امضت عليه ان يوفي. باهي طارق في كلمه. شوف نحن كي تعمل الاتفاق هذا وقع الاعلان عليه، نتذكر انا هنا قلت والله غزرت شكيب، قلت شكيب الاتفاق هذا لن ينفذ، لانه اخي باش تنفذوا اخي معناتها باش تخلق الفلوس، باش تخلق الاعتمادات، باش تخلق عمليا الناس اللي في وسط الماكينه يقول لك هذا غير ممكن. لا الشركات البتروليه الخاصه قادره، لا كذا قادر، لا وما شاوروا حتى حد. كي صح المنصف عاشور لم يتم التشاور مع الناس اللي باش تعطي الفلوس، كيفاش في طبقوا؟ وقلنا من وقتها وقلت انا حتى الناس بتاع تنسيقيه، قلت انا وقتها قلت للناس بتاع تنسيقيه الكامور
اللي فيهم ناس نعتبرهم والله نيتهم طيبة وحسنة، نقول لهم راكم صححتوا على وهم، وذلك علاش نموذج الكامور كان وهما وحقهم لأنه وقعوا في فخ البستنة في الأخير. خليل يأخذوها بعض بلايص البستنة. شكرا ترى خليل بسرعة صحوا تو كل شيء مش يولي ممكن، ما هو يزمنا نصدقوا ساعة اللي ثم تحويرات تقنية قاعدة تصير وصار تقييم متجي حكومة جديدة، وانا مصدق الحكومة الجديدة اللي هي جاية في شريك الامور الور تتفاهم هي مع الفلاقة متاع المنوال التنموي وتعمها اتفاق وتتفاهم مع قبسة والقروان والقسري وتقدم شوية بقالة وبعد 100 يوم من اطلال الحكومة الجديدة باش نولي ونحاسبوا احساب حاكمة مش حكومة مستقلة من تو نبدأ منظمين امورنا وكم يعرفوا وكيشوفوا الكامور وشافوا التصحيحات، واحنا معناتها دولتنا العظيمة تحب تعمل تحويرات خاطر تقيمة أداء الوزراء مش على خاطر تحب تفرق بين قيس سعيد والمشيشي، لا 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 ختيم ألور أنا ننتظر في الحكومة الجديدة باش تحل لنا مشكلة الكمر. يعطيك الصحة خليل وانا ننتظر معك. يلا أحلام أحمد نجيب الشابي في الويكاند في موزايك زيد عمل تصريح أثر برشا جدل. أحمد نجيب الشابي قال سأتهور للمرة الثانية وأعتذر من بن علي، نسمعوه. بالنسبة لي 18 أكتوبر والله نحس بأنه نحب نعمل اعتذار للرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأتردد، ولكن مرة أخرى سأتهور وأعتذر. 18 لسمسي احنا خزرنا لها فقط من البعد السياسي، أنا كانت بالنسبة لنا فرصة باش العالم كل ينقل الأضواء على تونس ونطرح احنا في هيك الأضواء هذيك قضية الحرية وقضية النظام السياسي وحقنا في حرية العالم. باش نعتذر اللي احنا ما كناش فاهمين الشيء اللي كان فاهمه الرئيس بن علي اللي هو فما ثورة رقمية وأنه فما فجوة رقمية بين العالم الثالث والعالم المتقدم. لكن معمولة في ديكتاتورية. سامحني وهو عاملة مع سي حمد فريعة، سي حمد فريعة ينجم يحكيها بالضبط في نقل من مؤتمر حول الثورة الرقمية في أمريكا وقت قالوا الدوزيام سومي وين باش نعملوه، سي حمد فريعة راح أنه يقع في تونس. هذا آخر تصريح أحلام اليوم عنا في الزابينج، شكرا لك. تصريح أحمد نجيب الشابي جزء منه كلام سمعناه قبل وجزء نكتشفه قال اعتذر من بن علي. طارق شوف نجيب الشابي أنا نعتبره قامة سياسية كبيرة قبل الثورة، أحد قادة الحركة الديمقراطية بالحق نحكيه عليها، كان ما يقوله وكانت جريدة الموقف هي الحامل الفعلي لمشروع الحركة الديمقراطية، كان قائد الفعلي لحركة 18 أكتوبر، لكن بعد الثورة قام بعديد الأخطاء. مانيش باش نعفس برشا في الراجل، انا نعتبر الكلام اللي قاله ثوره رقميه نتاع شنو، تونس كان ضد استعمال فيسبوك وعامله حجب في الانترنت ولا تسمح للتوانسه انه يستخدموا الانترنت بشكل حر الى اخره، معناتها هو بيدو يعرف المعطيات هذه. المشكله انا كنت نتمنى سي نجيب شابي هو مازال يحب يعمل السياسه، كنت نتمنى يحكي ويعمل بوز بالمشروع اللي حضر فيه مع سلمى اللومي على انه يعمل بوز بتصريحات كيما هكا. هل كنا باش نحكيوا عليه من غير تصريح كيما هكا؟ للاسف ولا يعمل بوز اكثر منه يطرح فيه مشروع. شكيب شكيب احمد نجيب شابي تقديري هو الآن في أرض للعمر السياسي، هو نوع من الكيتش السياسي، واللي حب يعرف الكيتش يقرأ كتاب صافي سعيد على الكيتش وعلى الخرقة السياسية. رجل يعاني من حاجة اسمها سندروم دي ستوكهولم وقت اللي الضحية يقع في محبته في غرام الجلاد، هذا هو أحمد نجيب شابي. تفضل خلي قاسي شوية قاسي أكثر من لازم، خاطر اللي يسمع أحمد نجيب شابي في هذه راهو اللي يعرفوه ما يستغربوش. أحمد نجيب شابي من ليلة 13 جانفي إلى قال الإمام ملي 13 جانفي كان مستعد يتفاعل حتى مع تغييرات في السلطة قبل ما تصير 14 ويخرج، بعد 14 شد صحيح باش النظام القديم أو جزء منه يكون موجود في وسط التركيبة الحكومية للحفاظ على استمرارية. نفهم أنه تصريحه لم يفاجئك خليل، ما فاجئكش تصريحه. كان من الناس اللي وقفت ضد حل التجمع الدستوري الديمقراطي، ديما يكون بوزي نجيب الشابي وديما يحاول باش يوفق ومش جديد الموضوع هذا. ينجم شد صفر عبير موسي يشم عليها ريحة النظام القديم. واضح جدا. شكرا لك خليل، شكرا طارق، شكرا شكيب. شكيب جوست الكيتش زيد نلقاوها عند ميلان كونديرا لنصوتنا بلاجيختي دولات. مرجع في الكيتش. الكيتش هو لنصر. وعند السيليست. يا حسرة. كونديرا لنصوتنا هو اللي طلع الكيتش مش مشكلة، لكن صافي سعيد زيد حكي عليها، ما أصله الكيتش جاي من بلد أخرى ومن بر أخر. شكرا مرحبا 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 بكم. ألا غالب يا أختي شفت المعاناة اليومية ربي صبرك. شكرا طارق، شكرا شكيب، شكرا خليل. توت سويت الأخبار نرجو معكم من بعد نقدر نستقبلوا نساف بن عليا الناطقة باسم وزارة الصحة.